لما نتكلموا على التغيير ما نستناوش قرار او مرسوم رئاسي باش نغيروا المسار تاعنا. احنا الشعب نغيروا، والشعب هو اللي عنده القدره يغير، وكل انسان انه يغير هو. في التحرك نتاعو، في الرؤيه نتاعو، وفي العلاقه نتاعو مع الاخرين، لابد احنا كشعب نتحركوا باش نغيروا من الوضع اللي رانا فيه الى الاحسن، بهذه الاخلاق، بهذه التفكير، بهذه الممارسات الجديده. ولابد انها تبدا في البلديه، والمجموعه هذه، المجموعات اللي تكون في البلديات من اولادنا، لازم يفهموا باللي ما جاوش باش يديوا المال ولا يستبدوا ولا يتسلطوا على الشعب ولا يسرقوا ولا يخدموا اصحابهم واحبابهم وعائلتهم. هما جاوا راح يحاسبهم ربي سبحانه والشعب على شي راهو يقوموا به. لازم يكونوا اوفياء لهذا الشعب اللي انتخبهم، يجوا بنيه صادقه انهم بغاو يخدموا بلديتهم وشعبهم. وهذا اللي يخرج لما الانسان هو يكون ملتزم. لان لما نتكلم مع كل جزائري كله ينتقد من الصباح للعشيه، كلنا نعرف ننتقد، ولكن واحد ما يحس بروحه. كلنا نطلبوا حقوقنا، وين هي الواجبات نتاعنا؟ واش قدمنا احنا لهذه البلاد؟ ناس ماتت على هذه البلاد باش نكونوا احنا مستقلين. احنا واش قدمنا كجيل؟ واش خدمنا؟ واش تعبنا؟ فالانسان بقدر ما يطلب حقه لابد ان يمد حق الشعب هذا ويمد حق هذه البلاد.